شيء حلو يزود دماء ابطالنا سواء اذا كانوا الجيش او الحشد، فهذه لازم نستذكرها اليوم. صحيح. فنقول للعالم احنا عايشين اليوم بفخر هذول. صحيح. انت كتبت للداخليه اكيد اكيد هاي العيون الساهره. أيوه. نقول لهم رمضان كريم. اكيد. الكافه قواتنا الامنيه باصنافها، فقلت رجال الداخليه ومن عد افحط زلم من طين حق اللون المرقط طق بطق حكيهم بالمكاون ماو ما عندهم وقت للحكي المصفط عم شنه الذيب عندنا الليل زلم يريد عندنا الداخليه عيونهم انشط ترى اللي يحكي عليكم هذا مو ذواق مثل اللي يرسموا قالوا عليه شخص تحيه لكل ابطالنا لكل جيشنا وحشدنا.